اهلا بيكم يا برج الحوت في قراءة المنفصلين. هنعمل مع بعض دلوقتي ان شاء الله قراءة المنفصلين حسب العشريات، عشرية اولى وتانية وتالتة. هنشوف اذا كان في عودة ولا لا. القراءة دي ممتدة حتى نهاية شهر سبتمبر، يعني مدتها قصيرة مش طويلة. الناس اللي بتسأل يعني ايه عشريات، عشرية اولى اي شهر بيكون مقسم لـ30 يوم تقريبا، فبيبقوا اول 10 ايام، تاني 10 ايام، وتالت 10 ايام من الشهر. اكيد كل واحد عارف تاريخ ميلاده وده في اي عشرية من البرج يعني. فخلينا نبدأ مع بعض ونشوف ان شاء الله خير. بسم الله. برج الحوت منفصلين، هنا هتكون عشرية اولى، عشرية تانية، عشرية تالتة. كارت الطاقة، نبدأ بالعشرية الأولى. على فكرة كارت الطاقة جميل قوي، حلو يعني، حتى طاقة البرج كله طلع التو اوف كابس، فإن شاء الله يكون شيء إيجابي ويكون فيه لقاء وجامعة للجميع، يعني لجميع العشريات كمان ان شاء الله. حتى الكارت اللي وراه ذا ماجيشن، احتمال للبعض منكم يكون الافتراق ده كان سببه سحر، وده واضح هنا. الكلام اللي انا بقوله ده للبرج كله على فكرة، لان دي طاقة البرج كله مش عشرية بعينها يعني. كمان في تواصل روحاني كبير يعني، حتى بالنسبة للعشرية الاولى هنا بشوف في تواصل كبير ما بينك وما بين هذا الشخص ولعدد كبير منكم. في ناس منكم كتير هنا في علاقة توأم شعلة، فأنا بشوف في تواصل روحاني قوي ورابطة قوية بتربطك ما بين هذا الشخص. يمكن لمجموعة منكم كمان انتوا كنتم مع بعض في زواج، ويمكن الانفصال ده مجرد تباعد، انفصال بدون طلاق أو حاجة، لكن انا بشوفك ما زلت متمسك بالشخص ده وزعلان منه قوي، لكن يعني شايل منه وساكت، وهو وحشك قوي وانت متمسك بيه ونفسك ان انتوا ترجعوا لبعض، بتفكر فيه طول الوقت يعني، ومش عايز ان انت تخسره. الشخص ده ممكن يكون مختفي عنك، انت ما تعرفش عنه اي حاجة، او ما بيظهر لكش غير فقط اللي هو عايزك ان انت تعرفه. لبعضكم ممكن يكون الشخص ده برضو في زواج اخر، لكن هو مش عارف يشيلك من دماغه، ما زال بيبادلك نفس التواصل ونفس التفكير. ممكن يكون ما بيبين لكش هذا الشعور، لكن هو بيفكر فيك قوي ونفسه فعلا ان هو يرجع لك، وانه يكون في زواج كمان ما بينكم، مش بس راجع وخلاص يعني. فهو نفسه ان انتوا ترجعوا، حتى المتطلقين منكم نفسه ان انتوا ترجعوا تجتمعوا في منزل واحد مرة اخرى او في بيت مرة اخرى. لو ما كنتوش متزوجين فهو نفسه انه يتزوج منك، انتوا الاتنين عندكم تعلق على بعض، وهو نفسه يتجوزك مش بس انه يرجع لك. يمكن انت كل امنيتك فقط ان الشخص ده يكون موجود في حياتك، الشخص ده مش بس عايز انه يكون موجود في حياتك، هو عايز يكون عايش معاك في بيت واحد وعايز ان هو يتزوجك. خليني اخد لكم نصيحة من الملائكة، ممكن تكون بتتعامل مع برج حوت زيك او حمل، طاقات نارية وترابية، ممكن مائية كمان لبعض منكم، فخلينا نشوف كروت الملائكة هتنصحكم بايه. Success، في عندك نجاح. لأغلبكم برضو ممكن يكون في أمور مادية شغلة تفكيرك في الوقت الحالي، أو أنت عندك أزمة مادية أو حاجة، في نجاح منتظرك وفلوس جايلك، وإن شاء الله هيكون في عودة وليك نصرة على هذا الشخص. فدي كانت قراءتكم العشرية الأولى، أتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. نروح بعد كده للعشرية التانية، انفصال بطلاق برضو للعشرية التانية، او انفصال بطريقة مؤلمة كانت بمثابة صدمة للطرفين مش ليك انت بس على فكرة،
وانت دلوقتي بتمر بفترة صعبة جدا في حياتك، في صحوة روحانية بتحصل لك، عينك بتتفتح على حاجات كتير، في امور كتير بتدركها، عندك كسرة قلب، لكن ربنا بعت لك ملايكة حواليك يساعدوك ان هما يضمدوا جراح قلبك، يساعدوك على شفاء وتلاؤم الجرح اللي في قلبك. فتأكد ان في ملايكة حواليك بيحرسوك طول الوقت، بيكونوا حواليك وانت نايم، بيكونوا على شباك بيتك، بيهمسوا في اذنك، بيساعدوك ان انت تتشافى، هي بس مسألة وقت مش اكتر، وقريبا جدا هتوصل للتوازن التام. في صحوة معينة انت بتمر بيها، يمكن الشخص ده مش محمي زي ما انت محمي، هو عنده ندم شديد، ويعني بيبكي على اللبن المسكوب، وبيبكي على الطريقة اللي انتوا سبتوا بعض بيها، حاسس بوحدة شديدة جدا، حاسس انه افتقدك، حاسس انه خسر قيمة كبيرة قوي. يمكن كمان الشخص ده ماديا متأثر جدا، حتى لو كان غني، فالشخص ده زي اللي حصل له مشكلة في شغله، طاقة الانفصال اللي عنده دي أثرت حتى على شغله وسببت له خسائر مادية كتيرة في العمل بتاعه، والشخص ده زي اللي البركة مشيت من حياته معاك، يعني انت خدت البركة اللي في حياته معاك ومشيت، وحياته بقت فاضية جدا بدونك، انت كنت بركة في حياة الشخص ده، كنت وش الخير عليه، ولما مشيت كل الخير راح منه يعني. فالشخص ده حاليا وحيد، حزين، نادم، حاسس ان حياته كلها ضاعت وان حياته كلها اتدمرت يعني، فمفتقد جدا. ما اقدرش اشوف بالظبط ان هو بيفكر يرجع لك، هو اكيد محتاجك، لكن شايفك ان انت اللي تابعته وبتعمل شفائك لوحدك، وطاقة الطاقة اللي هو فيها دي طاقة ألم، طاقة انفصال، طاقة حسرة، مش طاقة عودة. فما اقدرش اقول لك بالظبط ان العودة خلال الفترة دي، لان طاقته هو اكتر منك كمان، غير متوازنة، وهو في طاقة وحشة جدا يعني، مش مستعد ابدا للرجوع. فخليني اخد لكم نصيحة من الملائكة. يس، هيبقى في عودة ان شاء الله، بس برضو مش خلال الاسبوعين دول، العودة دي هتكون مؤجلة شوية، يمكن في الشهر الجديد ان شاء الله. انت ممكن تكون بتتعامل مع برج عقرب، الطاقة دي متكررة معانا، وفي برج ميزان، في طاقات ترابية ومائية بس. فأتمنى تدعموني بلايك وشير، وتكتبولي رأيكم في التعليقات. نروح بعد كده للعشرية الثالثة. العشرية الثالثة، انت اللي انفصلت وتبعدت عن هذا الشخص لانك شايفه شخص تقيل، يمكن كان عندك شكوك ان الشخص ده ما بيحبكش، او انه ما بيفيش بوعوده، كنت شايفه دايما شخص متجمد المشاعر، شخص قليل العطاء، شخص ما بيعبرش عن مشاعره، يمكن شخص غامض وعنده جانب مظلم في شخصيته. حاولت كتير ان انت تنكش الشخص ده، تحاول انك تطلع اللي عنده، او تخليه ان هو من نفسه يحكي الجانب المظلم اللي عنده، لكن الشخص ده ما كانش بيتجاوب معاك، غلبك جدا وتعبك جدا، انت انتظرته لوقت طويل وصبرت عليه كتير، وكل ده بلا اي نتيجة، فانت اللي قررت انك تنسحب من العلاقة دي بعد خلاص ما شفت انه مفيش ولا طريقة نافعة مع الشخص ده. الشخص ده طبعا نادم اشد الندم، بس هو ما بيظهر لكش ده، عاوز طبعا ان هو يرجع لك، بس برضو انا بشوف ان الشخص ده تقيل، ما بياخدش اي خطى، وما بيوضحش حتى عن الاسباب اللي منعاه من انه ياخد اي خطوة تجاهك. الشخص ده عنده صدمات من الماضي، شخص غير مستعد انه يكون في علاقة جادة، هو بيحب بس الاشخاص تكون معاه في علاقة كده وخلاص، مش مهم العلاقة دي مسماها ايه، مش مهم العلاقة دي تكون رايحة فين، هو شايف ان كده حلو بس ان احنا نكون مع بعض، ومش عايز غير كده، ده بسبب صدمات سابقة هو مر بيها. انت كنت عايز علاقة جادة وشفت ان وضعه غير مناسب ليك. الشخص ده هيحاول انه يتواصل معاك تاني، لكن
علشان يرجع العلاقة زي ما كانت، فأكيد هيرجع ما بينكم نفس المشاكل تاني. ده اللي واضح هنا من خلال الكروت، فأنت طبعا ليك حرية الاختيار، لكن هو ده اللي واضح هنا. خليني برضو أخد لكم نصيحة من الملايكة. أنت ممكن تكون بتتعامل مع برج جدي أو حمل أو عذراء، طاقات هوائية ترابية أو مائية، مفيش نارية غير برج الحمل بس. فخلينا نشوف الملايكة هتنصحك بإيه. طر لك كارت، بس أنا برضو هسحب لك كارت. هنا بيقول لك حاول تسامح الشخص ده حتى لو أنت قررت إنك ما ترجعلوش. الكارت اللي طار بيقول لك تواصل بوضوح. الكارت تواصل بوضوح ده ليه هو مش ليك أنت، لأن هو مش موضح لك بالظبط هو عايز إيه، مش موضح لك بالظبط هدفه من العلاقة. يوضح بقى ما يوضحش، انت اعمل التسامح بتاعك سواء كنت هترجع له او لا. فدي كانت قراءتكم العشرية الثالثة. اتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.